أول ما انطلقنا من مدينة السماوة مركز محافظة المثنى باتجاه سجن نقرة السلمان، اتوقعت أن السجن يقع على بعد عدة كيلومترات من المحافظة، لكن اتبين أنه يبعد قرابة 150 كيلومتر في عمق البادية. تخيلت كم كان الطريق موحشا ومرعبا قبل سنوات، أيام ما كانت هذه البادية تعج بالوحوش والضباري وخالية تماما من أي أثر آدمي. الغريب بالأمر تبين أن سلمان ما بيها سجن واحد بس، بل هناك سجنين اثنين. الأول كبير وبشكل قلعة تقع على تلة عالية أشرف على بنائه النظام السابق، أما الآخر فهو سجن نقرة السلمان القديم الذي بني أيام الاحتلال الإنجليزي. وهذا ما أكده شاهد العيان وأحد أشهر نزلاء السجن القديم الشاعر الكبير ناظم السماوي. بالنقرة ذاك الثاني مو هذا. هذا مال الكراد مو هذا. وقت بدا؟ هذا سجن آخر كانوا مزونين به ناس آخرين يقال أنهم من إخواننا الأكراد مزونين بهذا السجن، لكن وجدنا بهذا السجن أيضا تواريخ قديمة للسجناء مكتوبة على الحائط، قسم منهم بالثمانينات. خليكم ويانا، خلينا نشوف اليوم منطقة السلمان وسجونها. جيلان، وهذا التاريخ 9/12 إما 84 أو 82، هذا المحفور بالضبط. زين، بعد شيء آخر شفت؟ هذا أيضا تاريخ ثاني 6/1/83، بس بكاتب اسم السجين. هذه الخطوط هو الحساب أيام السجن اللي يقضيها السجين. هاي لا يأس مع الحياة. هذه أيضا اسم سجين ثاني اسمه سعدي، بس اسم والده مو واضح. أعتقد الشهر 9/1988 أو 80. هذه من أحد سجناء من الأخوة الأكراد باللغة الكردية. يبدو أن الشعر هذا، وأعتقد هو نفسه حكمة، هذه حكمة رحيم أعتقد. هاي جدران يجب احترامها وعدم العبث بما منقوش عليها من تواريخ وهموم ورسائل أراد المساجين إيصالها إلى أيامنا هذه. أتمنى من الزائرين احترام هذه الجدران وعدم كتابة الذكريات الساذجة عليها، ليتسنى للباحثين والمؤرخين
دراسة وتوثيق تلك الرسائل وفق أسس علمية حديثة. بعدها انطلقنا إلى السجن الآخر القديم الذي شهد اعتقال العديد من مشاهير الأدب والفن والشعر، ومرينا بعدد من البيوت البسيطة لأهالي قضاء السلمان البعيد المعزول عن العالم تقريبا. هذا السجن يقال أن بعض أجزائه بناها الجنرال الإنجليزي جلوب الذي شغل منصب قائد القوات الأردنية لسنوات طويلة. وحالما وصلنا إلى باحة السجن حتى انطلق لسان شاعرنا الكبير ناظم السماوي محاطا بكوكبة من ألمع الصحفيين والكتاب العراقيين، ليروي ذكريات مر عليها أكثر من 60 عاما إذ دخل السماوي هذا السجن عام 1963. هاي القواويش احنا كنا هذا شو مع الأسف ذاك القاوش الأخير 10 هذاك 1، 2، 3، 4، 5 وهاي 5. هاي ساحة طبعا كبيرة، هاي وذيك القلعة هناك، هاي القلعة الأولى اللي بين 32 و 31. لحظة هسه خلي حمامات ومرافق هناك شارت هناك، هاي الباب وهذا المطبخ هنا. عندنا ولد يسمونه هنا استاذ نعم. عندنا انا بقيت فتره كلش احنا نسوي بدينا بس يجيبون المواد استاذ حمزه يجيبون المواد احنا نسويها. هذا هنا كان مثلا من ضمن الناس الموجودين بهاي القلعه عزيز سباحي محمد الجزائر. أنا ومبفر النواب والجماعة بذاك القاوش هنا كان بهذا مكرم الطلبات الأستاذ حمزة حدادة ونجارة وخياطة وحلاقة وكضباط عندنا دخلوا بالحلاقة لحد الآن بعثهم عرفت عتهم محلات حلاقة بالبصر ما قبل أي صابي أوي أنا هواي هنا كان طبعا عزيز سباحي هذا الكاتب الرائع التابوت كل شيء يشيل مثل ساعة البريد يجيب ودوت التابوت كل شيء يشيل مثل ساعة البريد يجيب ويودي بس الزين من ينشال بالتابوت مثل ساعة النخل صيف وشتاء وعزيز الناس ما يرخص بوقت الضيج الفرق معروف بين البرحة والزهدي. سجن نبرة سلمان الآخر اللي فيه انسجن كثير من الناس الوطنيين. لاحظوا هنا هذا التاريخ عندنا 1932 كاتب هنا أحد المساجين ذكرى وهاي أسماء أغلبها غير مفهومة مثلا هذا اسمه هاشم. عندنا هنا لاحظ هنا هذا كركوك 1997 هنا تاريخ آخر جوا 1976 هذا اسم مناف لكن ما ظاهر في الشيء. يا ريت أكو ناس تجي هنا تفك طلاسم هاي الرموز لأن هاي مأساة ناس هنا انسجنت سنوات طويلة وقسم منهم دفعوا حياتهم وأغلبهم ناس وطنيين ناس
ما عندهم اي شيء، يعني مو مجرمين هم. المكان هنا كان معتقل منفى للناس الوطنيين من يريد يبعدوهم عن الحياة الوطنية العامة في حواضر العراق. يا عقدة شوق ما تنفل، بشيتك مو بش البطران مثل بش القصب لو حل على الله. وبشيتك يا شبش صايود حلو خيطك يا فالة وأبد ما تبخل، بشيتك والدهر طشنا مثل طش الغريب الما بعد جندل، بشيتك والمن العاتب على العتب لو صار العتب مقبل نعيتك نع القوالات يا سرق اتفق يا شيلة ما تنبل. الله تذكر وكتبت يا حريمة بهذا الخاوة يا حريم يا حريم يا حريم انباقت الكلمات من فوق الشفاي يا حريم يا حريم لا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري بين الطوايف يا حريم يا حريم وكلا ولك لا لا على بختك ما نسال وفصري القصيدة على البرغش يا حريم. هنا كان واحد قبالي صابي بابط واحد طيار يونس هنا في المنطقة. أنا شيل الثالث واحد هنا واحد اثنين ثلاثة هنا يخلي غرابنا. إيش قد عليكم بس بالقاوش؟ هاي هنا على الغراب. شوف هاي البسامير أنا هنا هاي على الغراب. هاي البسامير خشب عفوا وصلت ماش لون بيها غراض مهنانه خلي بيها الفرشه مال الاسنان والشغلات والهذي ظفر النواب وين كان مكانه؟ هنا كان وين مكانه؟ نهايه القاوش؟ لا اتاخذ من النور طيب. انا هذا البساير ذني مالات تخليهم طرابي بعد ما الدكتور زين كنت معتقلين لو محكومين؟ لا محكومين الكل محكوم. اي زين حكمت حضرتك كل محكوم ورا 6 4 حضرتك زين حكمت. انا انسجنت لا انا اشوف المساله شلون صارت يعني حتى احكي لكم الواقع. انا انسجنت 4 سنوات ونص بالبصره وياي منه كانوا طلاب مال اخر مدرسه طلاب كانوا اخر مال المدرسه اخر مدرسه مال البصره جامعه بهم طلاب كانوا مال العفو اطباء وياي كان ولد انا قدام احنا حكمونا هناك يسمونه المحكمه الخاصه بالبصره طبينا فولد قدامي عرفته قدامي واحد ابو استاذ مصطفى للتاريخ طبعا معقل فالضابط ايش قال ابو الحاكم قال له حج هم جيتنا انت ما تقول انت ايش مطلوب يعني انت صديق للشيوعي ما تقول كل ساعه رايح وجاي يعني احنا بتلي النبي خومس بتلي النبي إذا تريد تقول أنا مو شيوعي نطلع وروح لهلك، وإذا تقول لا والله، قال لا والله عمي، لأن أنت صديقك من الطيح بشدة غير تعينه. قال ترى حجي 5 سنوات، قال إيه أخذ 5 سنوات، طلع خالص خال يسمونه عبد الله عبد الدايم، خال السياب طلع. عبد الله عبد الدايم. فأنا من طبيت حكموني 4 سنوات ونص، حتى أحكي لك، وياي ولد تجي حكموه 1.5 سنة، أمه تنتظره برا. فأربع سنوات ونص كتبوها شكل 4.5 كذا هالشكل كتبوها أنا شارت الفارزة من الساحة وناظم السماوي 45 قلت كشخة فمن طلعت هذا الولد محكوم 3 سنوات فأمة الثانية قالت لها يمه ايش قدر شوف 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 العراق أستاذ حمزة أحكي لك يعني فأمة الثانية قالت لها يمه ايش قدر الحكم وين قالت لا وخوية قال 45 قال الله يطيح حظك والله خجلتني مؤمنين بقضية شوف اي مؤمنين بقضية يعني امه تقول له يعني
والله العظيم هذا موقف ما انسى. تقول لي والله خجلتني، مو عيب ثلاث سنوات، روح الله وياك بس دير بالك على شرفك، هذا اللي يطيح من عندك. احنا نعيش، اقول هذا المجتمع وين راح؟ لا مؤمنين بقضيتك يعني، هذا المجتمع اللي يؤمن واحد بقضيته تقول له روح الله وياك، قل له والله خجلتني 45 سنه وين. ونحن نغادر سلمان وسجنيها قلت في نفسي مؤكد أن السجون أوجدت لحجز المجرمين ودرء مخاطرهم ثم إصلاح المخطئين وإعادتهم إلى المجتمع وتهذيب تصرفاتهم ثم تأهيلهم لسلك طريق العيش السليم. إلا أن بعض السجون أوجدت للقهر والظلم ونشر الاستبداد واستعباد الخلق وإخضاعهم للديكتاتورية والطغيان.